ناس كتير جدا. مساء الخير سيد رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الحضور والمصريين في كل مكان، أهلا بكم. قبل أي حاجة، أنا وقفت قدام حضرتك من 4 سنين، حضرتك كرمتني بعد شقاء، واليوم ده أنا فاكره كويس جدا وهيفضل معلم فيا دايما، لأني لو كان عندي عزيمة ولو كان عندي استعداد أفضل أجري 10 سنين قدام، فهو بعد اليوم ده فعلا بقوا 1000 مثلا على الأقل. شكرا، أنا بشكر حضرتك على الفرصة دي جدا. للي ما يعرفنيش، أنا أقدم لكم نفسي، أنا اسمي ياسين الزغبي، ولما كان عندي 17 سنة لفيت بعجلتي محافظات كتير في مصر. بعد الرحلة دي أنا كنت فاكر إن أنا شفت مصر وعرفتها كويس، لحد ما انضميت لبرنامج حياة كريمة. ساعتها أنا شفت مصر الحقيقية، مصر يمكن معظمنا ما يعرفهاش كويس. أنا لفيت قرى كتير ونجوع، ورحت من أول الدلتا ورحت الصعيد ورحت البحر، رحت كل حتة. معلش أنتوا كتير جدا وأنا متوتر شوية فسامحوني. أنا في الوقت ده أنا عرفت فعلا فعلا ليه بيقولوا على المصري أصيل وليه بيقولوا على المصري جدع. بس أهم من كل ده أنا عرفت إيه أهم صفة فينا كمصريين. حب الخير. حب الخير قبل أي حاجة، حب الخير للبعيد قبل القريب، ويعني للي ما نعرفوش، ولكل الناس، لكل اللي حوالينا لأن هم مصريين. بعد كده أنا اتعلمت أهم درس، اتعلمت إن حب الخير ده دايرة، بيبدأ عندك وبيرجع لك تاني. شكراً لمصريين على الدرس ده، بجد درس حياتي كلها. عرفت كمان ان احنا مصريين وان احنا بنتعدى الصعب بالامل، ان احنا بنتحد تحت رايه واحده، رايه الحلم، حلم الجمهوريه، الجمهوريه الجديده اللي احنا عملنا المعجزات علشان نبنيها، ودي كانت اول خطوه، اول خطوه في طريق احنا لسه هنكمله لحد ما نعيش كلنا حياه كريمه. شكرا، تحيا مصر.